جاي من بوركينا فاسو جوبا. ماشي. يو 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 ويلكم. اكتر الحاجات الممتعة انك لما تسافر المكان لازم تعمل التوكيز بتاعت المكان ده وتجربها. تمام. الحاجات دي جد بجد بجد تخليك عايش في متعة جدا جدا. انا هنا في دهب قررت اجرب التوكيز السياحية بتاعت دهب. يلا بينا نشوف ايه التوكيز. اي حد يجي دهب يا جماعه لازم يجي عند الراجل ده استاذ احمد. شغله والله بجد حاجات جميله جدا بجد. يعني انا من النوع اللي هو بحب اقعد قدام الكاميرا واتكلم واصور والكلام ده. وحضرتك من هنا من دهب؟ انا من بني سويف. لكن الله يخليك لكن هنا لي 20 سنة في دهب. ايوه. يعني يعتبر احنا اللي اسسناها زي ما بيقول. انا نفسي اشوف. لا والله بجد يعني يا جماعه والله العظيم بجد ومش مجامله والله العظيم تسلم ايده بجد. الله يخليك. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات تحت بقى. خلصنا اول مهمه اهي. هنروح نعمل المهمه الثانيه. ثاني حاجه من التخوص بتاع الذهب. يلا بينا نشوف مع بعض ان شاء الله. والصوت والصوره خلينا مع بعض. يعذبنا يا جدعان مشيت شعري جامد. لازم اظبط الجامد. ايوه اختار فرجلا جوبا جاي من بوركينا فاسو. وهنا نحن بنظبط شعر الفرنسي ده نظبطه عشان ايه يمشي القاهره يكون روش حبيبي. الناس يا جماعه اللي تيجي دهب لازم تيجي عند الراجل ده تجرب. ايوه لازم. لازم لازم تيجي دهب تيجي نوابه تيجي عند البلوك ابو جلوم في يوتيوب كله يحاولوا يجوا عندنا هنا في البلد ده. هم الراسته مع الشباب دول الشباب المصريين الحلوين الظراف. خليكم معانا او تنسوا المحطه. تعمل له حاجات عند الراجل ده. اسمك ايه؟ جوبا. ماشي. يو 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 ويلكم. زي ما قلت لكم دي الطقوس السياحيه بتاعت دهب. لازم تجربوا الحوار ده. دي حاجه كنت كاتبها من الطقوس اللي عملتها النهارده. الجمله دي هي ساصير يوما ما اريد. وده فعلا لاني واثق في نفسي جدا واثق في ربنا جدا. وثقتي في ربنا هي اللي بتديني ثقتي في نفسي ان انا في يوم هوصل اللي انا عايزه. هتعب وهجتهد وهوصل اللي انا عايزه. هيجي يوم وهفكركم بالكلام ده وهجيب لكم الفيديو اللي كان فيه الجمله دي. بالنسبه بقى للناس كانت بتحقد عليا وبتحاول ان انا تخليني مش متشجع وتحبطني وكده، احب اقول لكم بكره هيجي وهوصل للنجاح اللي انا نفسي فيه والحاجه اللي انا عايزها. ساعتها هفكركم بالكلام ده. ربنا موجود بيني وبينكم الايام او السنين مقلتش كتير. واخر حاجه عايز اقولها انت حد جميل. خليك واثق في نفسك بس كده. ولو انت اول مره تشوفني زي ما قلت سبسكرايب للشانل. تابعني على الانستجرام. الانستجرام بتاعي هتلاقيه في الديسكربشن بوكس تحت. لايك وكومنت بقى واستنوني فلوجات جايه كتير. وسلام.